نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم. مرحبا بحضراتكم، وإلى تفاصيل نشرة الثانية عشر. تحتفل مصر اليوم بذكرى مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان الذي أعاد للمصريين والعرب هيبتهم وكرامتهم وكبرياءهم، حيث خاض خير أجناد الأرض ملحمة خالدة سطرتها القوات المسلحة الباسلة. في العاشر من رمضان عام 1973 وتحديدا في الثانية ظهرا، كانت ساعة الصفر التي فاجأت العالم قبل العدو بالعبور العظيم للجيش المصري لقناة السويس. في هذا اليوم التاريخي لم تعق مشقة صيام شهر رمضان المصريين عن استرداد أرضهم من العدو. أكثر من 200 طائرة حربية مصرية قصفت الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقنال، ودمرت مراكز القيادة ومحطات الرادار والنقاط الحصينة في خط بارليف، حتى أصابت العدو بالشلل الاستراتيجي. هنا كانت ملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة. في غضون 6 ساعات كانت القوات المصرية قد حسمت نتائج الحرب لصالحها، وعاد العلم المصري يرفرف من جديد على أرضه في سيناء. فعزيمة الأبطال وقوة إيمانهم بعزة وطنهم كانت وقود النيران التي التهمت جنود العدو وآلياته. انتصار سطر اسم مصر في تاريخ البطولات العسكرية العالمية كبلد تحطمت على صخرته مطامع الغزاة على مر العصور. ويبقى شهر رمضان الكريم علامة فارقة في تاريخ المصريين، ففي العاشر منه استعادوا الأرض ورفعوا راية النصر لتظل خفاقة أبد الدهر. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. يواصل مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة، حيث يستكمل مناقشاته حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على تقادم التشريعات وتضاربها وتحقيق الشمول التأميني وخلق مناخ جاذب للاستثمار. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس الشيوخ مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، ضعنا في تفاصيل جلسة مجلس الشيوخ اليوم، ما هي أهم محددات القانون؟ نعم جيهان، بعد التحية، ما زال المجلس يواصل مناقشاته التي بدأت منذ نحو 4 جلسات حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وما زالت المناقشات مستمرة حتى هذه اللحظة. ذلك لأن مشروع هذا القانون انتظم في 217 مادة بخلاف 5 مواد هي مواد الإصدار، ويأتي مشروع هذا القانون بديلا لثلاثة قوانين كان معمولا بها في السابق، بل معمول بها حاليا حتى يتم الانتهاء من مشروع هذا القانون. قوانين الثلاثة تتعلق بالتأمين الإجباري والرقابة على التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وبمجرد الانتهاء من مشروع هذا القانون سوف يلغى العمل بأحكام هذه القوانين. ومشروع هذا القانون ألزم المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به، وعلى مع جواز مد هذه الفترة لمهلات لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. مشروع هذا القانون يهدف إلى، كما جاء في صدر الخبر، إلى القضاء على تقادم القوانين وتضارب التشريعات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي وتوفير شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمين
الإجبارية إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل لا سيما في قطاع التأمين وبما يتماشى مع إذن محمود إسماعيل رئيس الأخبار مصر كنت معنا من مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا لك. استشهد شاب فلسطيني من بلدة الخضر جنوب بيت لحم برصاص قوات الاحتلال، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية إلى 3 شهداء. وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بالعمل دون قيود وإطلاق العنان لجيش الاحتلال بالضفة الغربية للقتل والتنكيل، إضافة إلى تهديدات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من تصعيد القوات الروسية من هجماتها شرقي البلاد، وقال في خطاب موجه للشعب الأوكراني إن القوات الروسية ستستخدم الصواريخ والقنابل بكثافة أكبر، لكن أوكرانيا جاهزة للرد، ومؤكدا أن التحرك للحصول على أسلحة إضافية سيكون أكبر. وأضاف الرئيس الأوكراني أن الأسبوع المقبل سيكون صعبا للغاية، حيث ستنتقل روسيا إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في شرق البلاد. وفي خطاب وجه عبر الفيديو كونفرنس إلى نواب برلمان كوريا الجنوبية، قال زيلينسكي إن عشرات الآلاف قد قتلوا على الأرجح في الهجوم الروسي على مدينة ماريوبول بجنوب شرق البلاد، وأضاف أن مدينة ماريوبول قد دمرت، ولكن على الرغم من ذلك فإن الروس لم يوقفوا هجوما أو هجومهم بحسب قوله. يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع البريطانية إن القصف الروسي استمر في منطقتي دونياتسك ولوغانسك، حيث صدت القوات الأوكرانية عدة هجمات أسفرت عن تدمير دبابات ومركبات ومعدات مدفعية روسية. بالتزامن أفادت وسائل أعلام أوكرانية أن سلسلة انفجارات قوية هزت مدينتي خاركيف في الشمال الشرقي وميكو لايف القريبة من البحر الأسود في الجزء الجنوبي من البلاد، وقد أدى القصف الروسي إلى تدمير مطار مدينة دنبرو بالكامل وإصابة 5 أشخاص على الأقل. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أنظمة صواريخ S-300 المضادة للطائرات، وكانت إحدى الدول الأوروبية قد زودت أوكرانيا بها. وأوضحت روسيا أن 25 جنديا أوكرانيا قد أصيبوا في الهجوم. أعلنت وزارة الدفاع أن قواتها قد أسقطت طائرتين أوكرانيتين هجوميتين وثلاث طائرات بدون طيار وعددا من الدبابات بالقرب من منطقة إيزيوم في شرق أوكرانيا. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن واشنطن ملتزمة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الخطة الروسية للسيطرة على أوكرانيا تعرضت لانتكاسات كارثية، مشددا على أن ما حدث هناك يعد نكسة استراتيجية. وأشار بلينكن إلى أن بلاده ستفعل كل ما في وسعها لتعزيز الموقف الأوكراني على طاولة المفاوضات، وأن العقوبات المفروضة على روسيا ليست أبدية والهدف منها هو تغيير سلوكها. هذا ويلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم لبحث فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن فرض مزيد من العقوبات على روسيا خيار مطروح، مشيرا إلى أن الوزراء سيناقشون الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها. دعا الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون الناخبين إلى التصويت لصالحه خلال جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من الشهر الجاري، وعقب تصدره السباق الرئاسي بحصوله على 29% من الأصوات. أوضح ماكرون أمام أنصاره أن مشروعه الوحيد سيركز على دعم القدرة الشرائية ودعم العمال، متعهدا بأن يجعل من فرنسا دولة قوية داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن انتخابات المرحلة الثانية حاسمة لفرنسا وأوروبا. وفي المقابل احتلت مارين لوبان المنتمية لليمين المتطرف الفرنسي المرتبة الثانية
في جولة الانتخابات الفرنسية وحصلت على نحو 24% من أصوات الناخبين، وتعهدت بضمان الاستقلال الوطني والسيطرة على الهجرة واستعادة الأمن للجميع، وأضافت أنها في حال حسمها جولة الإعادة ستعيد ترتيب فرنسا خلال السنوات الخمس المقبلة. يعقد البرلمان الباكستاني اليوم جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد خلفا لعمران خان الذي تم الإطاحة به مؤخرا، ومن بين المرشحين رئيس حزب الرابطة الإسلامية محمد شهباز شريف، فيما قدم حزب الإنصاف الذي يتزعمه عمران خان أوراق ترشح نائب رئيس الحزب وزير الخارجية في الحكومة المنحلة شاه محمد محمود قريشي. بالتزامن دعا عمران خان أنصاره للاحتجاج على ما وصفه بمؤامرة خارجية لتغيير النظام في البلاد. يعد خان أول رئيس حكومة في تاريخ باكستان تطيحه مذكرة حجب. في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تواصل المراكز الطبية بمحافظات مصر كافة عملها للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. نتابع. في إطار حرص الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة العمل على أوقات المواطنين للعديد من الأمراض المزمنة، بعد نجاح التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، تواصل المراكز الطبية وعلى مدار الساعة فحص المواطنين للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة كالسكر والضغط والاعتلال الكلوي وإحالة الحالات التي تثبت إيجابياتها إلى المراكز العلاجية. بالنسبة لمبادرة الاعتلال الكلوي، احنا بنكتشف بيها مرضى السكر والقلب وضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، بنقيس فيها الوزن والطول وبنعمل مؤشر كتلة الجسم وبنقيس الضغط، ولو طلع عالي ضغط بنجيبه كمان 3 ايام نقيسه، لو الضغط لسه عالي نجيبه بعد شهر، وبعد كده بنديله بنحوله على مستشفى العام، وبنعمل السكر العشوائي بحيث ان احنا بنكتشف بيه المرض اللي هو الارتفاع السكري. بناخد تحاليل، بناخد سكر عشوائي والضغط، وبنتابع تحاليل الكريات والجلوميرولر فلتريشن ريت، وبنتابع مع المريض لو ظهرت فيه اي حاجه بنحوله على مستشفى بحيث ان هو يتابع مع اخصائي في الامراض اللي هو فيها، وكذلك بيتابعوا معاه اذا كان هيصرف علاج هيستمر على العلاج، بيتحول الجهات المختصة. الفحص الطبي يتم وسط إجراءات احترازية ووقائية غير عادية ووفقا لمعايير الجودة العالمية. احنا في ظل جائحة كورونا بندخل المريض ومتأكد ان هو لابس الماسك، ومتأكد ان هو ملتزم والفريق الطبي ملتزم بالوقاية الشخصية، وبنقعد المريض وبنسحب منه العينات مع الآلات بتاعته، بتكون وان يوز اللي هي الشكاكة والسرنجات بتبقى وان يوز، وبعد ما المريض بيمشي بنعمل مسح للأسطح. انطباعات إيجابية انتابت المواطنين كافة خلال عمليات الفحص الطبي لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية بالمجان. كويسين بصراحة، وأصول الضغط وأصول السكر وكشف على صدري، ويعني كويسين، أول خدمة هنا ممتازة بصراحة. أنا كنت جاي هنا عشان أقيس الضغط، لقيتهم عملوا معايا تحاليل اللازمة كلها وليه كل حاجة 100%. دمج وتفعيل المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة يؤكد مجددا حرص الدولة المصرية بالانتقال بالخدمة العلاجية للمواطنين من مستوى الإتاحة إلى مستوى الجودة، فالوقاية خير من العلاج. محمد حلمي، التلفزيون المصري. تمام الثانية بتوقيت القاهرة، تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري ومسبيرو دوت إيجي للمزيد. إلى اللقاء.